النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأعرج يؤكد أن هنالك جدول زمني لتطبيق بنود اتفاقية سنجار، وريبر أحمد يشدد على أهمية عودة النازحين إلى مناطقهم وتطبيع الأوضاع فيها. والزراعة تعلن إطلاق المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء للموسم 2014-2015. غارات إسرائيلية على سوريا من الجولان حتى دمشق، وتحليل نهائي يظهر أن لقاح فايزر فعال بنسبة 95%، وخطة لتقديمه في غضون أيام. والصحة العالمية بين قلق زيادة الإصابات وفعالية اللقاحات.